السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحضرت لكم تمارين حول المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد للسنة الثالثة متوسط. نبدأ على بركة الله. بسم الله. التمرين 29 صفحة 79 يقول: انقل وأتمم ما يلي. لدينا إذا كان x زائد 8 يساوي الصفر، x زائد 8 يساوي الصفر، فإن x يساوي ماذا؟ لدينا هنا من الطرف الأول لكي يبقى لنا x يجب أن نقوم بنزع 8، أي نقوم بطرح 8 من الطرف الأول ونقوم بطرح 8 من الطرف الثاني. لماذا؟ لأنها مساواة، أي x زائد 8 ناقص 8 يساوي 0 ناقص 8، وهذا يعني أن x 8 مع زائد ناقص 8 زائد 8 يساوي 0. يبقى لنا x يساوي 0 ناقص 8 هو ناقص 8. إذن x يساوي ناقص 8 ناقص 8. نذهب إلى المعادلة الثانية، ناقص 2x يساوي 0. هذا يعني أن x يساوي 0 قسمة ناقص 2، 0 قسمة ناقص 2 نتحصل على 0. إذن هنا يساوي 0. لدينا إذا كان x على 2، x على 2 يساوي 1. هذا يعني أن هنا نقوم بضرب 2 ضرب 1. لدينا x ضرب هنا 1 على 1، يعني x ضرب 1 يساوي 2 ضرب 1. يبقى لنا x، x ضرب 1 يساوي x، 2 ضرب 1 يساوي 2. هذا يعني أن هنا x يساوي 2. ننتقل إلى الأخيرة، لدينا 4x ناقص 4 يساوي 0. هنا لإخراج x لدينا 4x ناقص 4، لنقوم بنزع ناقص 4 يجب أن نضيف لها 4، ويساوي نضيف 4 من الطرف الأول يجب أن نضيف 4 للطرف الثاني، أي 0 زائد 4. لدينا 4x يصبح لنا 4x ناقص 4 مع زائد 4 يساوي 0 ويساوي زائد 4. لدينا هنا x يساوي 4 قسمة 4 قسمة 4 ويساوي 1. إذن الأخيرة يساوي 1. ننتقل إلى التمرين 30 صفحة 79 يقول التمرين: تحقق إن كانت المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، برر إجابتك. لدينا المعادلة هي 3x زائد 1 على 2 يساوي 7 ناقص 2x. لقد قمنا بوضع زائد 7 من هذه الجهة، أصبحت لنا المعادلة 3x زائد 1 على 2 يساوي ناقص 2x زائد 7. لماذا؟ لأن لكي تكون معادلة من الدرجة الأولى بمجهول يجب أن تكون من الشكل AX زائد B يساوي CX زائد D، وهذه المعادلة هي من هذا الشكل. إذن هي معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد، والقاعدة تقول أن كل معادلة من هذا الشكل ويكون A و B و C و D أعداد معلومة، ويكون A و C عددان غير معدومين في آن واحد، أي يمكن أن ينعدم C واحد وحده و A وحده، لكن أن ينعدم في آن واحد لا تكون معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذن حيث هذه المعادلة لدينا A يساوي 3، B يساوي 1 على 2، و C يساوي ناقص 2، و D يساوي 7. الآن نقوم بحل تمرين رقم 31 صفحة 79. التمرين يقول: تحقق إن كانت المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، برر إجابتك. لنتحقق لدينا المعادلة ناقص 2 ضرب
نفتح قوس إكس زائد واحد على اتنان يساوي تلاتة إكس زائد أربعة ناقص خمسة إكس. نتبع الخطوات التالية، نقوم بنشر ناقص اتنان، ناقص اتنان ضرب إكس هو ناقص اتنان إكس، نقوم بوضع الإشارة زائد. الآن ناقص اتنان ضرب واحد على اتنان يساوي ناقص اتنان على اتنان أي ناقص واحد، إذن تصبح هنا زائد ناقص واحد يساوي ثلاثة إكس. ثلاثة إكس نضع المجاهيل من طرف، ثلاثة إكس ناقص خمسة إكس ناقص خمسة إكس، أي نضع الحدود التي تشمل إكس مع بعضها زائد أربعة. الآن لدينا ناقص اثنان إكس زائد ضرب ناقص هو ناقص واحد ويساوي ثلاثة إكس ناقص خمسة إكس. لديهم إشارتين مختلفتين، نقوم بطرح خمسة ناقص ثلاثة هو اثنان، ونضع إشارة أكبر حد الذي هو خمسة، نقوم بوضع إشارة ناقص. لدينا ناقص اثنان إكس لا ننسى المجهول زائد أربعة. نلاحظ هنا أن ناقص اثنان إكس تساوي ناقص اثنان إكس، وبما أن هذه هي مساواة لدينا ناقص واحد لا يساوي زائد أربعة، ومنه فإنها مستحيلة، وبالتالي هي ليست معادلة من الدرجة الأولى. سوف أكتب هذا الشرح، لقد كتبت أي ناقص واحد لا يساوي أربعة، هذه مستحيلة ومنه هي ليست معادلة من الدرجة الأولى. الآن نقوم بحل تمرين 32 صفحة 79. التمرين يقول: هل العدد صفر هو حل المعادلة الآتية؟ لكي نرى هل صفر هو حل هذه المعادلة، يجب أن نعوض إكس بالعدد صفر، أي اثنان ضرب صفر زائد واحد يساوي ثلاثة ضرب صفر ناقص خمسة. اثنان في صفر صفر زائد واحد يساوي ثلاثة في صفر صفر ناقص خمسة، وهذا نتحصل أن واحد لا يساوي ناقص خمسة، وهذه مستحيلة، هذه مستحيلة. إذن المساواة خاطئة وعليه العدد صفر ليس حلا للمعادلة المعطاة. التمرين 33 يقول: هل العدد ناقص واحد هو حل للمعادلة الآتية؟ ناقص أم ناقص اثنان يساوي اثنان أم زائد واحد. نفس الطريقة التمرين في التمرين 32 لدينا أم يساوي ناقص واحد، نقوم بتعويضه في المعادلة، نجد أن ناقص ناقص واحد أم نعوضه بناقص واحد ناقص اثنان يساوي اثنان في ناقص واحد زائد واحد. لدينا ناقص ناقص واحد تصبح زائد واحد لأن ناقص في الناقص هو زائد، ويمكن قول أنه تصبح جمع ومعاكس العدد أي زائد واحد. ناقص اثنان يساوي اثنان في ناقص واحد هي ناقص اثنان زائد واحد. لدينا زائد واحد ناقص اثنان تصبح ناقص واحد لأنهم جمع عددين لهما إشارتين مختلفتين، نقوم بعملية الطرح ووضع إشارة أكبر حد هي ناقص، ولدينا ناقص اثنان زائد واحد نفس الشيء تصبح ناقص واحد، ومنه المساواة صحيحة. إذن العدد ناقص واحد هو حل هذه المعادلة. الآن نقوم بالحل تمرين 34 صفحة 79. التمرين يقول: حل كل معادلة من المعادلات الآتية: x ناقص 5 يساوي 6، أي يجب لكي نحل معادلة يجب نقل كل الحدود ذات المجهول x من طرف الأيسر، ونقل كل الحدود التي لا تتضمن المجهول
إكس في الطرف الأيمن من للمعادلة، أي هنا لدينا ناقص 5 يجب نقله إلى الطرف الأيمن. لكي ننزع ناقص 5 يجب أن نضيف 5، ناقص 5 زائد 5 يساوي 6 زائد 5. لدينا ناقص 5 زائد 5 يساوي 0، تصبح x يساوي 6 زائد 5 ويساوي 11. ننتقل إلى المعادلة الأخرى، 3 زائد x يساوي 8.4. لدينا لكي يبقى المداد المجهول x من طرف الأيسر وحده يجب أن ننزع 3، أي يجب إنقاص 3. 3 زائد x ناقص 3 يساوي 8.4 ناقص 3، ويصبح 3 ناقص 3 يساوي 0، x يساوي 8.4 ناقص 3 هي 5.4. ننتقل إلى المعادلة الأخرى، لدينا ناقص 30 x يساوي 90. هنا x يساوي لما يكون ضرب تصبح 90 قسمة ناقص 30. هذا يعني x يساوي ناقص 3. ننتقل إلى المعادلة الأخرى، 4x يساوي x زائد 4. هنا لدينا ذات المجهول x يجب نقله إلى الطرف الأيسر، أي نقوم بنزع x من الطرف الأيمن لنقله إلى الطرف الأيسر، أي نقوم ب4x ناقص x يساوي x زائد 4 ناقص x، أي x ناقص x يساوي 0، تصبح 4x ناقص x هي 3x يساوي 4. إذن x يساوي 4 قسمة 3. الآن لدينا المعادلة الأخرى، ناقص x قسمة 3 يساوي 3. هنا نقوم بوضع ناقص x يساوي 3 في 3، لأن ناقص x ضرب 1 مثل ما قلت، ناقص x ضرب 1 ناقص x، 3 في 3 تساوي 9. x يساوي قسمة 9 قسمة ناقص 1، أي 9 قسمة ناقص 1، وتساوي x تساوي ناقص 9. الآن ننتقل إلى المعادلة الأخرى، لدينا 7x تساوي 2.8. لدينا x يساوي 2.8 قسمة 7 وتساوي 0.4 لما نقوم بحسابها بالآلة الحاسبة، 0.4. لدينا المعادلة الأخرى، 3x ناقص 5 يساوي 5 ناقص 3x. نقوم بوضع المجاهيل ذات المجهول x من طرف الأيسر، والذات ناقص 5 نضعها من طرف الأيمن، أي التي لا تتضمن x نضعها في الطرف الأيمن، تصبح لنا 3x. هنا لدينا ناقص 3x، أي يجب أن نقوم زائد 3x لكي ننزع ناقص 3x من الطرف الأيمن، أي زائد 3x ناقص 5 يساوي 5 ناقص 3x زائد 3x. لدينا 3x زائد 3x تصبح 6x،
لدينا ناقص خمسة لكي نقوم بوضع ناقص خمسة من الطرف الآخر، يجب أن نقوم بوضع زائد خمسة لكي ناقص خمسة زائد خمسة تحذف يساوي خمسة زائد خمسة، وناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة إكس تساوي صفر. لدينا ستة إكس يساوي عشرة، خمسة زائد خمسة يساوي عشرة، إذن إكس يساوي عشرة قسمة ستة. لدينا عشرة قسمة ستة، يمكن الاختزال قسمة اثنين، عشرة قسمة اثنين يساوي خمسة، وستة قسمة اثنين يساوي ثلاثة، يصبح كسر غير قابل للاختزال. ننتقل إلى المعادلة الأخيرة، لدينا 11 إكس زائد خمسة يساوي 4 إكس زائد تسعة. ننقل 4 إكس إلى الطرف الأيسر يصبح ناقص 4 إكس، وخمسة زائد خمسة إلى الطرف الأيمن يصبح ناقص خمسة. لدينا 11 إكس ناقص 4 إكس تساوي 7 إكس، لأن 11 ناقص 4 هي 7 إكس يساوي 9 ناقص 5 هي 4، ومنه إكس يساوي 4 قسمة 7. لقد انتهينا التمرين 34، إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر بحول الله، والسلام عليكم.